مشاهدينا انطلاق جميل وانطلاق موفق تماما، والشوط الثامن على التوالي مشاهدينا، والجعدان المهجنات الأصائل، التواصل مستمر ونحن مستمرين من خلال هذه الصورة. والمركز الأول من البداية جمارك في مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي، من يتقدم مرافقا مشاهدينا بالمركز الأول. هملول في المركز الثاني، يأتي هملول من هجة الرياسة، والظافر من يقوده في المركز الثاني مشاهدينا في كل مكان. والمركز الثالث هناك أيضا دخول وتقدم آخر، كما نتابع مشاهدينا التقدم في المركز الرابع اللي هو مشاهدي الأعزاء عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان، ويتقدم جمعة بن عتيق الرميثي اللي في المركز الثالث مشاهدينا في هذا الانطلاق الجميل. وهناك أيضا دخول في المقدمة والمركز الثاني والثالث اللي قيّر مشاهدينا مع المركز الأول. شوفوا التقييد المراكز، نرجع إلى المقدمة مرة أخرى بعد هذا التداخل مشاهدينا ومقدمة هذا الشوط. وكما ذكرنا سراب بدأ يتقدم لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع سهيل بن سالم بن سهيل العامري. هملول يأتي في المركز الثاني وعين على الصدارة بالشعار الحمر شعار هجن الرياسة، بدأ يتقدم بالفعل وينطلق إلى المركز الأول مشاهدينا مع علي بن جميل الوهيبي. ننتقل وياكم إلى جمارك اللي أصبح في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمه سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، النقلة القادمة والانتقال معه. هناك عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان، جمعة بن عتيق الرميثي يتقدم مع عنتر في هذا الشوط بالمركز الرابع، النقلة القادمة. والمركز الخامس هناك هملول آخر من هجن الرياسة بالمركز الخامس، كما نتابع مشاهدينا هناك علي بن جميل يتابع عملية التضمير والمتابعة. ناخذ المركز السادس، يأتي أيضا مشاهدينا الأعزاء هناك القادم شاهين، بدأ يتقدم في هذا الانطلاق القوي من هجن الرياسة، وأحمد بن مايد الخيالي في المركز السادس. والمركز السابع يأتي الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يقدمه لنا محفوظ بن خميس الجنيبي. والمركز الثامن، المركز الثامن يتقدم المركز التاسع هنا، كما نتابع شاهين لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالكوبة الحميري. هذه النتيجة التي مشاهدينا من خلال هذا الشوط، لابد أن نعود للصدارة، لابد أن نعود إلى مقدمة الشوط لنكون مشاهدينا مع الصوت والصورة مع المشاهدين مع المحبين مشاهدينا لهذه الشعارات العملاقة. عملاقة بالفعل شعار هجن الرياسة، يتقدم المتقدمين ينطلقوا مع الفائزين مشاهدينا هنا بمشاركة هملول في صدارة الشوط. بدأ يجر الشوط مشاهدينا من هنا مع الظافر علي بن جميل يتقدم مضمرا متابعا مع الشعار حمر شعار هجن الرياسة. والمركز الثاني، المركز الثاني يأتي وصيفا بقرب مباشرة سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري. هو مشاهدي الأعزاء أبو سالم من يتابع شعار القاسمي. والمركز الثالث هناك يأتي شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع جمارك وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. الأربعة بدن الثلاثة بدن ينطلقا والثلاثة بدن يقدم لنا مشاهدينا من خلال هذا الشوط أداء جميل مشاهدينا وأداء مميز في الثلاثة مراكز الأولى. بينما المركز الرابع وصل عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يتقدم جمعة بن عتيق ليلحق مشاهدينا بركب المقدمة ويتقدم بالمركز الرابع وعين على صدارة الشوط. أداؤه جميل للقاية، يتقدم ويخلص الفارق مشاهدينا من خلال هذا الشوط. والمركز الخامس يأتي هنا هملول من هجة الرياسة، علي بن جميل يدفع بعتاد آخر ليتقدم بالمركز الخامس. والمركز السادس يأتي شهر
الشاهين من هجة الرياسة مع هناك أحمد بن مايد الخيالي، وهناك أيضا وصول من العين الزعيم بشعار العناوي، بشعار العناوي الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، ومع محفوظ الخميس الجنيبي. يأتي هناك مشاهدين كما نتابع الشاهين لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويتقدم طارش بن مبارك بالكوبع مع هذا الأداء الجميل. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون في كل مكان أينما كنتم، بدينا نتقدم، بدينا ننفرد مشاهدينا بالمقدمة مرة أخرى، ونتابع معكم اللي جمارك اللي بدأ يجر الشوط، جمارك الذي بدأ يتقدم بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يا السلام يا بن راشد، يا السلام يا السبوسي، بدأ يتقدم، جمارك بدأ ينطلق، جمارك بدأ يتابع مسيرة مشاهدي الأعزاء من خلال الشوط، من خلال المشاركة القوية مع جمارك وسعيد بن عبيد السبوسي. وصل في هذه اللحظات هملول من هجة الرياض، هملول بدأ يقلع هملول من هجة الرياسة مع علي بن جميل الوهيبي، ولكن هناك دخول من الجانب الآخر، دخول عنتر، وعنتر مشاهدينا من الأسامي القوية بدأ ينطلق في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، جمعة بن عتيق الرميثي المحترف أبو خليفة، يتابع عنتر من خلال هذا الاسم القوي مشاهدينا والاسم الكبير. نتابع معكم المركز الرابع، هملول قادم في المركز الرابع من هجة الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، يتقدم كذلك هو الآخر رابعا. ما شاء الله وتبارك الرحمن، المنصة بدأت تقترب، المنصة بدأت هناك تتخلط رويدا رويدا. نعم، بدينا مشاهدينا نقترب من الكيلو الأخير، نقترب من الكيلو الأخير، كيلو أداء الجميل مشاهدينا. وهنا شاهين وصل من هجة الرياسة أيضا مشاهدينا الأعزاء مع أحمد بن مايد الخيالي في المركز السادس والمركز الخامس والمركز السادس الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. نعود للصدارة، نعود للأداء، نعود للانطلاق، الانطلاق ما شاء الله وتبارك الرحمن. ينطلق هملول، ينطلق جمارك، ينطلق عنتر، ينطلق هملول الآخر، كلهن انطلقا، الأربعة انطلقا، وهملول غاد الشوط. هملول من هجن الرياسة وصل 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 عنتر، بوب 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 بوب، الشوط غوي، وصل مشاهدنا جمارك، جمارك وعنتر هملول، وهملول جمارك، جمارك وهملول من الجانب الدولي، هملول من هجة الرياسة بدأ ينطلق، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر جمارك، عنتر وصل، هملول الآخر وصل، هملول الآخر، هملول يتسلل من عمق الميدان، أوب 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 أوب. الله يا سلام، الأداء جميل، الأداء جميل، شوف الشوط، شوفوا هملول، وصل هملول وعنتر غادا الشوط، هملول من هجة الرياسة، عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، يتقدم الشباب، يتقدم الظافر، ويتقدم المحترف، يا السلام، يتقدم الظافر مع هجن الرياسة كالعادة بحسم الشوط في المكان الصعب جدا. ما شاء الله، دائما يأتي الشعار الحمر ويأتي عنتر، ما شاء الله، عنتر الآخر، عنتر انطلق، وهملول وعنتر، عنتر وهملول، بوب 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 بوب، الله، وصل عنتر ووصل هملول، هملول عنتر يا شباب، هملول هملول مشاهدينا هو من حط الرحال في المركز الأول. تهانينا من هجة الرياسة، هجة الرياسة، شكرا الظافر علي بن يميل ما قدم في الشوط الجميل، وعنتر الله يقول حق ما قصر. شكرا لأيضا تهانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، وشكرا أيضا هناك المحترف جمعة بن عتيق الرميثي. والمركز الثالث، المركز الثالث ايضا كان هملول من هجة الرياسة، والمركز الرابع كان جمارك من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن نرجع للتوقيت الزمني ونشوف هناك في الإعادة إفادة الهواري، في الإعادة إفادة، شوفوا 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 المنافسة، شوفوا قلنا بوب 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 بوب، هذا وصل، وصل ما شاء الله هملول، 9:41.5 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، شكرا الظافر علي بن يميل الوهيبي. وكذلك يأتي هناك في المركز الثاني اللي هو ما قصر عنتر، تهانينا لسمو الشيخ زايد حمدان بن زايد، 9:41.6 من الثانية، شكرا المحترف، شكرا أبو خليفة، شكرا إنتاج العشوش مشاهدينا. والمركز الثالث، يأتي دور المركز الثالث، ليأتي مشاهدينا هناك الأداء الآخر مع هملول آخر، 9:44.7 من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة، شكرا الظافر علي بن يميل.
شكرا للزميل عبد الله عثمان العمدة. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نجدد لكم التحية.